في عمودة، عاصمة الإدارة الذاتية الديمقراطية كما تسمى، أقر المجلس التشريعي قانوناً يقضي بالتجنيد الإلزامي للشباب في صفوف قوة الحماية الشعبية. قرار صادم أثار ردود فعل متلاطمة في الشارع الكردي، لكن مناصري القرار يرون كل الأحقية في إقراره في هذا الوقت بالذات. الهجمات شرسة على مناطقنا، الهجمات ستستمر ومستمرة بشكل يومي. هناك بعض العوائل قدمت أكثر من شهيد أو شهيدين، لذلك حاولنا أن يكون هذا القانون أن يطبق على الجميع. الجميع معني ومسؤول بالدفاع عن مناطقه. من غير الممكن أن استمرار الحالة بأن يكون هناك دفاع على شريحة معينة أو بعض العوائل أو فئة معينة من المجتمع دون أن يشمل الجميع. القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وحتى نص القانون لم ينشر رسميا، لكن رغم ذلك يبدو أن الشارع في عمودة قد بلور رؤيته للأمر إلى حد بعيد. بالنسبة للجيش يعني بالزور خلصنا من جيش النظام، يعني بدنا نروح على هذا الجيش لا حدا فاضي ولا حدا بده يروح على الجيش، ما لنا مستعدين. بعتقد أن القرار الخدمة الإلزامية قرار غير صائب، وسوف يزداد عدد الهجرة الشباب خارج المنطقة، وهذا لا يخدم لصالح القضية الكردية وصالح الثورة السورية. هل المرسوم هذا بالنسبة لنا مرفوض رفض قاطع؟ إذا هن بدنا يعني نهاجر ونترك البلد شيء، طيب الطلاب والطالبات والعالم، ويعني ليش التجنيد الإجباري؟ ليش يعني؟ وإيش في عنا لحتى؟ وبعدين نحن هالشيء هذا نحن ما اعترفنا بالإدارة الذاتية لحتى نبعث أولادنا على التجنيد إجباري وما إجباري. نحن بدنا طلاب يدرسوا ياخذوا شهادات، نحن بدنا العلم. طبعا هذا القرار تبع الخدمة الإلزامية هذا الشيء سلبي أكيد، لأنه الشباب تبع المنطقة والطلاب وطلاب الجامعات كمان ما حدا رح يضل هون، لأنه بتعرف أنه شيء أي شيء إجباري يعني العالم كمان بده يهجرون. يعني هلا مثلي انا واحد بالبيت وبده ياخذوني اجباري، فما فيني اكيد اطلع على الخدمه الالزاميه. تشدد سلطات الاداره الذاتيه على ضروره تطبيق القانون لمواجهه هجمات داعش ضد مناطقها، بينما يقول الاهالي ان المنطقه خسرت ما يكفي من شبابها وان القانون سياتي على من تبقى منهم.